مساء الخير عليكم. في فيديو حكاية النهاردة هنتكلم عن الفنانة روبي، وهنتعرف على اسمها الحقيقي وتاريخ ميلادها وعمرها الآن وأسرار عن حياتها وكمان مشوارها الفني، وهنكشف ليكم عن الظهور الأول لبنتها، وهنشوف الشبه الكبير اللي بينها وبين بنتها. بس قبل ما تكمل الفيديو انزل بسرعة واعمل لايك، عايزين نوصل الفيديو ده لألف لايك. ودلوقتي يلا بينا نكمل الفيديو بس بعد الفاصل. الفنانة روبي اسمها الحقيقي رانيا حسين محمد توفيق، اتولدت في 8 أكتوبر سنة 1981 في المنيرة في القاهرة، وعمرها دلوقتي 39 سنة. الفنانة روبي هي مغنية وممثلة، ودرست القانون في جامعة بني سويف، وقدمت برامج تلفزيونية في قناة دريم وقناة المحور، وظهرت لأول مرة في السينما في دور صغير في فيلم ثقافي، وكان وقتها لسه اسمها رانيا حسين. وبعد كده اشتركت في فيلم سكوت هنصور من إخراج الراحل يوسف شاهين سنة 2001، وهو اللي اختار ليها اسمها الفني. وبعد كده اتولى المخرج شريف صبري رعايتها فنيا، وقدمها في اولى كليباتها الغنائية المصورة، وهو كليب انت عارف ليه، واخرج كمان ليها اول بطولة سينمائية وهو فيلم 7 ورقات كوتشينة. وسنة 2004 بعدت عن الساحة الفنية، وده علشان تكمل دراستها بكلية الحقوق في بني سويف، وشافت هناك خلال دراستها بالكلية بعض الانتقادات من الناس، وده علشان حضورها الامتحانات بملابس مثيرة، وكمان اعترض امن الكلية دخولها بالملابس دي. وسنة 2007 وبعد انتهاء عقدها مع شركة شريف صبري اشترى حق التصرف فيها فنيا رجل الاعمال وليد مصطفى، واصبح هو منظم الحفلات الجديد ليها. ومن اهم اعمالها الفنية البوم ابقى قابلني، والبوم مشيت ورا احساسي، واهم الافلام اللي شاركت فيها الفنانة روبي فيلم الحرامي والعبيط، وفيلم يوم ملوش لازمة مع الفنان محمد هنيدي، وفيلم عيار ناري. واما عن حياتها الشخصيه فهي اتجوزت من المخرج سامح عبد العزيز سنه 2014، وانجبت بنتها الوحيده طيبه سنه 2017، بس انفصلت عن جوزها كذا مره، وكمان رفعت عليه قضيه خلع سنه 2015. وبعد انجابها لبنتها بعده شهور تم الطلاق رسميا في 25 فبراير سنه 2017. ومن فتره انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صوره لطيبه بنت روبي في اول ظهور ليها، وخطفت القلوب باطلالتها وملامحها المطابقه مع أمها، واندهش الجمهور جدا وعبروا عن إعجابهم بيها، وانهالت التعليقات على الطفلة اللي تحولت إلى نسخة من أمها. فيديو حكاية النهاردة خلص، بس لسه حكايتنا ما خلصتش. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو أول مرة بتشوفنا، علشان يوصلك كل جديد على قناة حكايات النجوم.